هذا بالنسبه انا هنا في ورقه لقبي تبرتي كل التجوال في مختلف الخيام المنصوبه هنا اكدت على اصحاب الحرف وفيه مهاره طيبه جدا وفيه درايه بهذا المكنون الطيب على مستوى الولايه لتمرير كل هذه المهاره الى المهتمين بها من الشباب. اكثر من هذا فيه الرغبه وفيه حرص لدى الحرفيين على المحافظه على هذا المنتوج، عادات المنطقه، تقاليدها، تاريخها، وهو تاريخ عريق جدا ونلقاو لمسات كثيرة جدا في هذا المنتوج بالنسبة لصناعة الحطب، بالنسبة لصناعة الفخار، بالنسبة للزرابي والمنسوجات بشكل عام، بالنسبة للألبسة وغيرها من المنتوجات اللي تميز المنطقة.